هذه الكلمة للبطريرك بشارة الراعي. وهذا ما تعجز عنه كبريات الدول، ومن ناحية أخرى يجمع المعلقون على هذا الخطف والاغتيال في منطقة الشهيد باسكال الآمنة أن السبب الأساسي الذي يستسهل الإجرام المغطى سياسيا من النافذين والهارب من وجه العدالة أو المتمرد عليها وعلى القضاء، السبب عدم انتخاب رئيس للدولة وبالتالي حالة الفوضى في المؤسسات الدستورية والوزارات والإدارات العامة وانتشار السلاح بين أيدي المواطنين والغرباء العائشين على أرض لبنان. فلمصلحة من هذه الفوضى في الحكم والإدارة والقضاء والسلاح وقرار الحرب والسلم من خارج قرار الدولة؟ إن الثقافة الإيمانية التي أظهرتها زوجة الشهيد السيدة ميشلين تربت عليها في بيتها الوالدي الذي نعرفه معرفة شخصية، فمذ كنا في خدمة أبرشية جبيل العزيزة تعرفنا عن قرب إلى والدها السيد يوسف أديب وهبي الذي تولى رئاسة بلدية ميفوق العزيزة، وكان دائما باستقبالنا في كل مرة زرنا الرعية أو حتى مررنا بها في طريقنا إلى سيدة إليج. كما تعرفنا إلى المرحومة والدتها نسب الحاج بطرس وقد ربياها مع شقيقاتها الأربعة على القيم الروحية والأخلاقية والاجتماعية. هذه الخصال فيها نمت في حياتها الزوجية مع عزيزها الشهيد باسكال، وهو ابن بيت كريم من ميفوق العزيزة، والده المرحوم رشوان سليمان، والدته الثكلة السيدة هند أسد سليمان التي يعتصر قلبها الوجع الأم. على يدهما تربى باسكال مع شقيقيه على الإيمان المسيحي والأخلاق الإنسانية والروح الوطنية. أحب باسكال لبنان وشعبه، وقد عاش في منطقة تاريخية عريقة مدنيا وكنسيا ما بين عمشيد وشبيل وبلدته ميفوق وسيدة إليج، ما عزز في قلبه محبة الوطن والمحافظة عليه ورفع اسمه عاليا. بهذه الاستعدادات تلقى دروسه في مدرستي راهبات القلبين الأقدسين وراهبات الوردية في مدينة جبيل، ثم حاز على شهادة المعلوماتية من الجامعة اللبنانية، ومن بعدها تابع دراساته العليا في جامعة السربون بباريس ونال شهادة الماستر في علم الإدارة. بعد عودته إلى لبنان ارتبط في سر الزواج المقدس مع زوجته الدكتورة ميشلين عام 2004. عاشا حياة زوجية سعيدة باركها الله بثمرة الابنة والابنين، فسهرا على تربيتهم أحسن تربية وعلى تأمين جو لهم من الفرح والسعادة لكي ينمو فيه. فقام بواجبه بعرق الجبين من خلال وظيفته في بنك بيبلوس طوال 30 سنة، لكن اغتيال هذا الزوج والوالد كسر عمود البيت. ولا شك في أنك يا زوجته العزيزة المؤمنة ستتحملين المسؤولية كاملة
بالاتكال على العناية الإلهية، وباسكال من السماء يعضدك وأولادك في شركة القديسين. بغيابه يخسر حزب القوات اللبنانية عنصرا أساسيا من عناصره، وهو حاليا منسق منطقة جنين. تابعنا إذن هذا الجانب من الكلمة التأبينية للبطريرك الماروني بشارة الراعي في تشييع جنازة باسكال سليمان من القوات اللبنانية.